من الحدث جبل لبنان أحييكم مشاهدينا. هذه الأدوات يفترض أن تكون وكما تظهر عليكم وعلي أدوات تقيد الإنسان. هل يمكن أن تكون الأدوات ذاتها أدوات استقلالية؟ يا لا يا طاني تأخرنا. جيت. خلينا نسألها لأي إنسان آخر ما عنده إعاقة، هل الاستقلالية مهمة بحياته أو لازم يكون مرتبط؟ ما شيء طبيعي. من هنا قرر فادي الصايغ المصاب بشلل رباعي أن يزود سيارته بجهازين من تصميمه. السيارة مميز فيها أنها جبتها على قياسات جسمي وسعة لقدر أتحكم فيها وفوت بسهولة، وجهزتها بجهاز ليحملني ويفوتني، وبجهاز تاني ليطلع الكرسي. وهذان الجهازان اللذان لم يكلفا فادي إلا 400 دولار كانا حافزين جديدين له نحو استقلالية أكبر. شقة مساحتها 45 متر مربع كله معلق بالهواء، طاولة الأكل، التلفزيون، العدة، المكتب، كل شيء كل شيء كل شيء معلق بالهواء، ما في شيء خسران إلا يمكن السوفتين والبراد والتخت. وشقة فادي الصايغ السكنية التي بدأ في تصميمها منذ نحو عامين يشاركه في تنفيذها أقرب المقربين إليه. جبلت جفصين وجبت كيس نايلون فتحته وحطيته بالمغسلة اللي عنا، وصبيت الجفصين فيها عليها، سويته عليها على مثل لا بقيت لا يومين، تنشفت منيح وشلناها. الشقة حسب منصار الشغلة ما حدا بيعملها، هذا إنجاز واختراع شيء ما نجد منه بعد. هذا عندك البريمة هونيك بتحط فيها كل شيء بتبرم لحالها. نعم. كل شيء بتعمله هو قاعد على الكرسي. يعني طالما أنا موجودة بدي ضلني حده وساعده وكل شيء. ده الاستقلالية بعد ما روح أنا يكون هو مدبر حاله هيك، أما بس طالما أنا موجودة بدي ضل حده وساعده. بيتي أنا بيتك ما إلي حدا. وهكذا ولأن الحاجة أم الاختراع، يكون فادي الصايغ أول ذي احتياجات خاصة يصمم منزله بيده لتصل كل حاجة إلى يده. للأسف في أشخاص معوقين هن ما بيقبلوا وما مصدقين وما مؤمنين أنه ممكن بواسطة أجهزة بتعود الحركة الخسروة والعضلات الخسروة أنه يقدروا يستقلوا. وبعد نحو شهرين تقريبا، ثلاثة أشهر سيشاهدنا فادي الصايغ يشاهد اليوم على الحرة على حامل التلفاز هذا ليؤكد، وبعد أن يكتمل منزله الخاص، على أن لا إعاقة تقف في وجه الإنسان الذي يبحث عن الاستقلالية. كان معكم توني طوق اليوم على الحرة من المنزل الخاص بفادي الصايغ، الحدث جبل لبنان.